انا الطريق ديال ما بقاتش ديال المنبر ديموس تحولت الى الرمله دابا حاليا باش نخطو واحد التراجي كنت نسيتو مده سنين صحاب لي عندي مسجل الطريق الدائريه اللي كاينه كتربط بهذا الطريق عين داليا بالمنطقه عين داليا اليمين كتمشي للمطار ابن بطوطة كنطمنها الطريقة الجزء اللي كان ما عنديش متفق كامل اتجاه مثلا اللي غيمشي القصر الصغير تطوان عبر هذه الطريقة الدائرية طريق العوامة طريق المروة راه كان عندي موثق واحد الجزء صغير واحد الجزء هذا اللي كنت واجد فيه حاليا كان موقف فيه لبني مدة عاد انتبهت ليلو هادي واحد الأسبوعين أو أسبوع يوم الأحد الماضي اليوم الخميس 13 فبراير 2020 كان موقف الأشغال في هاد القنطرة إذن متشرين المنبر والتيموس في توجدوا على اليمين عم تخلط الطلة ديالهم مازال عندي جولة في منبر التيموس ما كاينش الوقت بزاف الطريق اللي فيها المعرجات ضيقة خطيرة جدا في بعض الأماكن ما كاينش لوحة ديال منبر ديموس أو كاينة ضيقة صغيرة ما كايناش هي على اليمين ما كايناش كيلقى منشار المنبر ديموس هو اللي كاين في الأعلى دابا تقريبا قريب يدخل المدار الحضاري عمارة أنجزوا على هذا مشاكل في نزع ملكية لأشخاص نافذين مثلا لكن
أشخاص عاديين يتم اللي يتم تنفيذ المسطرة اللي كتنظم نزع الملكية من أجل إنجاز هذا الطريق بسرعة يحتش على العراقيل أو لا موافقة أو لا مرافعات. كتبقى المحكمة كتخدم الدور ديالها والشركة في نفس الوقت والمهندس التوبوغراف كيدير الشغل ديالها. والله عند زوج السلامة في الطريق ولا تعود في نفس الاتجاه. شوفوا الطريق مشات معوقة ودارت يسارا ثم يمينا. بعض الطرق كأنهم انجزوها كحلبة لسباق السيارات. احنا كنتواجدوا حاليا في منطقة العسيب أبقيو. العسيب أبقيو جماعتين هنا، جماعة أراضي تبع العسيب أبقيو وأراضي تبع المنبر. خندق الورد على اليسار اللي كان آخر كان في البناء سنة يا ربي نذكر سنة 99 كان فيه البناء عشوائي كبير بزاف. أحياء شي حي واحد لكن أحياء عين. هذا راه واد الحوادث كي وقعوا على مستوى هذا القنطرة. حاليا كنت وجدوا في العسيب أبقيو. طريق تطوان وصلنا إلى الطريق دائرة أخرى بوغة طنجة الفالية حتى هي فيها حقة من المنعرجات.
دابا حاليا المنطقة الصناعية قريبة على اليمين، وليست هي أول منطقة صناعية في طنجة، هناك كان مناطق صناعية أخرى في عهد المنطقة الدولية والاحتلال الإسباني والفرنسي للمنطقة. الواد جميل جدا، منظر فيه رائع، مكان تريح فيه، دير فيه الرياضة، تمارس فيه الرياضة، مكان ممتاز. هنايا مطور كيبوت، كيبان الشر ديال المنبر ما اتجاه الديموس، ما غيبانش لان الديموس كيجا من الجهه الاخرى. هذا طور المنبر، هادو المطاشير ديال الفحص اللي تابعين قبيلة الفحص. المنبر سمي بالمنبر لان اول منشار في منطقة الفحص تحط فيه منبر مسجد، هذا هو يقولوا سبب تسمية الطوار بالحي. إذا طنجة وهي مجموعة أحياء ومجموعة مطاشر وطوابير، كما كتشوفوا بعد 10 سنوات غادي يولي حي المنبر، وبعد 10 سنوات أخرى غادي يجي رئيس جماعة أخرى غادي يغير اسمه قطاع جي أو قطاع ألف، غادي يغير واحد جزء من تاريخ المنطقة، غادي يبدا يغير في الاسماء او يجيب اسماء لمناطق اخرى لا علاقة له بالمكان. القضية ديال الاسماء، تسمية الاحياء والشوارع والازقة والساحات، حقيقة ما كنعرفو عليها والو بزاف، ما يجري فيها ويختار هذه الأسماء، ومن غاية من تغيير بعض الأسماء التاريخية. وهذا الشيء كنشوفه في المغرب كله. وهذا كنقولوا على التراجع المستوى الثقافي والمستوى التعليمي اللي كنعيشوا فيه حاليا. لابد الإنسان أن يربط الحاضر دياله بالماضي، بتاريخه الماضي. عندك 4 أيام 60 كيلومتر في الساعة الموتور كيعيا. مازال على اساس يخدموا في هاد الطريق مزيان، كي
كما كيخدموا في طرق السيار يعني كيعدلوا الطريق كتكون زربيه كتكون طرق تعدل الطريق كذلك. مازال مازال الوقت كاين على اساس ما كاينش بناء او شي حاجه تصطدم مع الطريق. هذه جزيئة البحيرة، البحيرة قريبة فيها جزيئة كبيرة كتبان ملي كدوز من هذه الناحية من هذا الجانب كتبان لك الطريق، كتبان لك البحيرة من هذه الطريق. الجزيئة هذه اللي قريبة دابا حاليا، ولكن مازال مازال معطلة اجزاء الحقيقة. خصنا المناطق الخضراء خصنا يتهلاو في الغطاء كيلومتر في الساعة. انت ما تعرفش غير كيف عليك من هيك. اذا وصلنا الى الطريق اللي فيها المسافة 7 كيلومترات من الرامبوان الى الرامبوان. غادي نكملوا الطريق الى ستاسيون اللي كاين في البدايه ديال شارع القدس العوامه، ثم نهي هذا المقطع. العمارات اللي شفناهم من الطريق الدائرية دابا نشوفوهم من هذا الجانب، ربما نشوفوهم كان رامبوان هنايا. دوز البورا، دوز دوز البورا، دوز علاش كتوقف في وسط دوز هذاك المجال الوقت باش دوز شلاط. التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي، 8:30 بالتوقيت غرينتش. اليوم يوم الخميس 13 فبراير 2020. الطريق ديال شارط العوامة خط القروارد هو ديك الطريق حتى العزيبة بقي، هو المنطقة الصناعية هو. Thank you.
طريق الدائرة أخرى ديال العوامة لمنطقة الحرارين، الطريق محطة الطرقية الحرارين سيدي إدريس شناد، المهم إلى طريق الرباط. كاين جوج طرق دائرية مترتبة في الشارع، واحدة اللي شفناها في الأول اللي كتمشي للمطار، وأخرى كتمشي للمحطة الطرقية، بيناتهم مسافة. الطريق الدائري الاخرى اللي كنديروها حتى مازال وقع فيها شويه ديال التغيير ومازال فيها خدمه حقيقه، مازال الطريق الارض ديالها كتهبط بزاف فيها على شكل عظام، مازال كنتكلموا على المنعرجات اللي فيها ضيقه، وكاين ممر جديد هنايا دائما الاخر كيوقف ممر جديد باش يعطي الطريق، والا الاخر طريق قناة الدائرية اللي فيها شكل على شكل عظام، فيها الحفاري بزاف، القدرون ديالها هبط. الطريق كدي من هنايا طريق شارع القدس إلى محطة القطار مرابطة، وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. أتمنى يكون فيديو مزيان، طريق حمى الحداد على اليسار شفناها مرارا، أتمنى أن يعجبكم هذا المقطع هذا الفيديو ويكون في المستوى، الهدف ديالي هو التوثيق ميموار بادو كونجي ذاكرة المدينة. كنديروها في اليوتيوب باش كتكون متاحة لجميع أفكار الدنيا يشوفوا البلاد، هذا هو الهدف ديالنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.